سلام البنات ومرحبا بكم في فيديو جديد في لاشين ديالي صفاء بيوتي او بلوك جديد. كما كتشوفوا ما عرفتش واش غنكون ديجا حطيت لكم لا فيديو باش كيفاش صبغت شعري ولا لا. الا ما كنتش حطيتها لكم غنحطها لكم مور هاد لا فيديو هادي. دوكو باش ما نطولش عليكم هاد لا فيديو هادي كانت كولابوري مع لا باج ميزات مكناس. سي اون باج كتبيع فيها المكياج. دونك هاد المكياج هذا كامل خدمتو في وجهي ودايور الناس اللي متابعيني في انستغرام راهم شافوا دايور ديجا الباج وديجا تابعوها وسولوني بزاف على لو ميكاب وقلت لكم عندي من استعملت لي برودوي ديالها. ابار سان نتوما عارفيني عجبني لو برودوي كنقولها ما عجبنيش لو برودوي كنقولها. دوكو لي برودوي ديالها زوينين 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 استخدمتهم كاملين وكل ما كانوش عجبوني ما كنتش غادي نخدم بهم في انستغرام وفي يوتيوب وعاد ندير اون فيديو كنت غادي نعتذر ليها ونقول لها راه لي برودوي ما زوينينش. باغ كونط لي برودوي ديالها زوينين وكاينين لي فري كاينين لي ريفيك يعني غير دوزيام شوا. دونك شوفوا نتوما اشنو باغيين وعلى حساب البري اللي عندكم يعني باش نقولوا لها على حساب جيبكم. صافي خليكم حتى لافان ديال الفيديو باش تشوفوا هذا اللوك هذا اللي درتو بزاف في انستغرام وطلبتو بزاف. دونك البنات اول حاجه هاد لي لونتي هادو من عند هاد لا مارك هادي واللي خديتهم من عندها. مريحين في العين جدا. ابخي بالنسبه للحجباني استعملت هذا من جوردانا. من بعد غادي ندوز وغندير هاد لونتي سيغ غادي نستخدمو في لابوبيغ ديال العين ديالي. ومن بعد غادي ناخد هاد لاباليت ديال تو فيست وغادي ناخد لا كولور بيضا فيها اللي هي بودر وغادي نحطها فوق العين ديالي. فوالا نبودري بها العين ديالي باش الالوان الاخرين يبقاو في بلاصتهم ويتخدموا مزيان. من بعد درت اللون اللي هو اساسي من هاد لاباليت هادي دارك برو. دونك خدمت بيه العين ديالي من بعد غادي ندوز للالوان هادو اللي غنوريكم. وغير بشويه فاش تكونوا كتحطوا الالوان الغامقه حطوها غير بشويه. وما تنساوش الدمج راه اهم حاجه في الاي شادو. وزدت هاد جوج لوان فوق الجفن فوق داك اللونوار اللي درت كيعطي واحد نظره زوينه. من بعد غادي ناخد هاد الايشادو ليكيد ديال اسانس وغادي نحطو غير في الجهه ديال العين. ما كنوصلوش للتالي كاع.
من بعد استخدمت هذه الماسكارا ديال تو فيست. واخر حاجه هي لي فوسيل الشفيرات. انا ما كنعرفش نلصق الشفيرات ديال الكولا فاستخدمت هادو ديال الهندا. دونك اول حاجه نستخدموها هي البرايمر. من بعد غادي نستخدم هذا كاسيروم و اوسي كالايت. من بعد صبت لي هاد الفون دو تان و فون دو تان واحد اخر اللي هو هذا. انا غادي نستخدم هذا ديال كاتريس لحقاش بزاف منكم اللي قالوا لي استخدمي هو. من بعد غادي ندير ان كونتور. من بعد غادي نستخدم هذا ك اونتي سيرم. هذا سي ان فون دو تان مي مفتوح عليا بزاف فغادي نديرو ك اونتي سيرم. من بعد الحاجه اللي كتعجبني هي هاد البانانا باودر. كنديرها في الاماكن اللي كنبغيهم يبرزو كتر وكتر وكتر وكتر. من بعد غادي ناخد هاد لاباليت هادي و غادي نخدم بيها البرونزور و الباراجو أو ميم طون. من بعد غادي نستخدم هذا اللون هذا في ليفغ ديالي. ما استخدمش الحكه اللي صطات ليا ما غاديش يجي مع هذا اللوك لحقاش العينين عامرين والعكار موف ما غاديش يجي. ففضلت انني نستخدم هذا الجلوس ديالي. من بعد غادي ندوزو للهايلايت وغادي نستخدم هذا. اول مره كنستخدمو مع عمري جربتو. Et voilà le net, c'est la fin de la vidéo. J'espère vraiment que vous avez aimé la vidéo. Et si vous avez aimé la vidéo, pouce bleu, like.
سبسكرايب وضغطوا على الجرس اللي في جنب باش اون فوا كننزل شي فيديو يوصل لكم نوتيفيكاسيون. الا بغيتوا بزاف ديال لي فيديو يعني بحال هكذا دي ميك اب شكل اخر لوك اخر بزاف ديال الحوايج خليوها لي في لي كومونتير. ا بار سا جو فوتيه.